السلام عليكم. الفيلم ده هيبقى أول فيلم من سلسلة أفلام قصيرة جدا، علشان أوضح فيها إزاي نستخدم أكسس قرآن إن إحنا نعمل إحصاء للمعجزة الكبرى. أكسس قرآن مش شرط إنها تعمل إحصاء للمعجزة الكبرى بس، أكسس قرآن ممكن تعمل إحصاء بالقيم العددية لأبجد هوس أو للقيم العددية بتاعتك أنت، لو أنت حبيت تدي أي قيم عددية براحتك خالص. ولكن الأفلام دي هتبقى مخصوصة بس لتوضيح إزاي نستخدم أكسس قرآن لإحصاء القيم العددية للآيات أو أجزاء من الآيات باستخدام القيم العددية للحروف اللي المهندس عدنان اكتشفها بنفسه. طبعاً إحنا عارفين إن المهندس عدنان أعطى قيمة عددية لكل حرف من الحروف 28. القيمة العددية معناها ترتيبه من ناحية الكثرة، كم مرة جه في القرآن. فحرف الألف مثلا جه أكتر مرة في القرآن، ده معناه إن حرف الألف هيبقى ترتيبه رقم واحد، معنى كده إن حرف الألف هيبقى ليه القيمة العددية واحد. الحرف اللي جه بعد كده في ناحية الكثرة في القرآن كان حرف اللام، فمعنى كده إن ترتيبه التاني يبقى القيمة العددية ليه هتبقى رقم اتنين، and so on لحد آخر حرف، وده هياخد قيمة 28. الدروس دي هتبقى قصيرة جدا في كل فيلم، مش هيزيد عن 15 دقايق، وهوريكم الأجندة دلوقتي اللي احنا هنبص فيها. زي ما انت شايفين انها هتبقى مخصصة لأكسس قرآن والمعجزة الكبرى بس، يعني لازم هنستخدم القيم العددية بتاعت المهندس عدنان. الدرس الأول هيكون التأكد من استخدام القيم العددية للمهندس عدنان. طبعا لازم تتأكد قبل ما تبدأ تحصي ان القيم العددية للحروف اللي انت بتستخدمها هي قيم المهندس عدنان، لان اكسس قرآن ممكن تعد بالابجد هوز القيم العددية عن طريق الابجد هوز، او تعد بالقيم العددية عن طريق اي قيم انت تختارها لاي حرف. احب اكد لكم ان حسابات المهندس عدنان كلها صح 100%، انا اتأكدت من كل حسبة وكل قيمة هو عملها، وانا اكد لكم 100% مش 99.9، ان كل حساباته صح. طب ايه الفايدة بقى كده؟ الفايدة ان المهندس عدنان طبعا عشان عمل حساباته بنفسه من غير كمبيوتر ولا مساعدة كمبيوتر ولا حاجة، فخد وقت طويل جدا، يعني الراجل كتر خيره طبعا. فمش معنى الحسابات اللي هو اكتشفها هي دي النهاية، انا شايف ان ممكن يبقى فيه حسابات تانية كتير لم تكتشف بعد. فاكسس قرآن هتفتح افاق جديدة سواء للمهندس عدنان نفسه او ليكوا انتوا لغويين عد ويحسوا ويكتشفوا حاجات عن طريق الارقام، اكسس قرآن هتساعدكم. فالدرس الاول هيكون التأكد من استخدام القيم العددية للمهندس عدنان، وهنشوف في الدرس الاول احصاء آية واحدة ازاي نحصيها. فحبدأ معاكم دلوقتي اكسس قرآن. اول حاجة عشان نتأكد ان احنا بنستخدم القيم العددية للحروف بتاعة المهندس عدنان مش القيم العددية بتاعة ابجد هوس او القيم العددية بتاعتك انت، نروح للزرار ده اللي هو بيقول القيمة العددية للحروف، وتقوم دايس عليه او تدوس F4. اللي انت محتاج تعمله بكل سهولة عشان ما نضيعش وقت، تدوس الزرار الاصفر ده، هيقول لك اهو. لما تدوس الزرار الاصفر ده اللي فوق هيقول لك هل تريد استرجاع قيمة عدنان العددية لكل الحروف، تقوم انت تقول يس. كده خلاص اكسس قرآن جاهزة انها تعد بالقيم العددية بتاعة المهندس عدنان. ونقوم رايحين دلوقتي على القرآن العربي او تدوس F1 الزرار ده. اي آية عشان تعدها دلوقتي دوس الزرار الاحمر اللي جنبيها ده اللي هو علامة السيجما اللي جنبي. يبقى انا هعد الحمد لله رب العالمين الآية دي، هقوم دايس السيجما جابت لي على طول النتائج. جنب كل آية هيبقى عندكم صفين من النتائج، الصف الابيض ده دي النتائج اللي حسبتها اكسس قرآن بالقيم العددية اللي احنا اخترناها بتاعت مهندس عدنان. الصف الاصفر دي القيم العددية للمهندس عدنان حسبها، دي قيم ثابتة في اكسس قرآن انا حصلت عليها منهم من المهندس عدنان ومن الاخ محمد ابو قويدر، ودخلتها قيم ثابتة. فانت جنب كل آية هتقدر تعرف عدد الكلمات اهو، اكسس قرآن حسبتها 4، المهندس عدنان حسبها 4، عدد الحروف
اكسس قران حسبتها 17، المهندس عدنان حسبها 17. القيمة العددية اكسس قران حسبتها 99، المهندس عدنان حسبها 99. ولو نزلنا تحت هيديك المجموع النهائي لكل الايات اللي انت عديتها. طبعا احنا هنا عشان عدينا اية واحدة فيبقى المجموع النهائي هيبقى زي اللي فوق بالظبط، فيبقى عدد الكلمات 4، عدد الحروف 17، القيمة العددية 99. دي اللي اكسس قران حسبتهم هنا كتوتال كمجموع للايات كلها، وجنبيها برضو هديك المجموع بتاع المهندس عدنان اللي هو قيمته ثابتة ما بتتغيرش ما بتتحسبش، دي القيم اللي حسبها المهندس عدنان. وزي ما انت شايفين عدد الكلمات يساوي بعض وعدد الحروف نفس الكلام والقيمة العددية. نقفل الشاشة دي ونعد آية تانية. تعالوا نعد بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هندوس السجمة الحمراء اللي جنب بسم الله الرحمن الرحيم، عديتها. لاحظوا هنا عدد الكلمات اكسس قران حسبتها 4، المهندس عدنان 4، عدد الحروف 19، وعشان كده بقى لونها اخضر. اكسس قران حسبتها 19 ومهندس عدنان حسبها 19، وده هتلاقي لونها تحول بقى اخضر عشان تلفت انتباهك. والقيمه العدديه 115، اكسس قران حسبتها والمهندس عدنان حسبها 115. والنتيجه برضو المجموع النهائي لازم هيبقى زيه، 4 كلمات والعدد الحروف 19 والقيمة العددية 115، ونفس الكلام بالنسبة للمهندس عدنان برضه، اللي هي القيم الثابتة اللي أنا حصلت عليها من المهندس عدنان. لو القيمة تحت في المجموع بتقبل اسم على 19 هتلاقيها تقول لك 19 في الكام وتحول لونها أخضر وتتكتب تحتيها. نفس الكلام هنا أهو، سواء لأكسس قرآن أو للمهندس عدنان. بالنسبة لجنب كل آية لو القيمة بتقبل الاسم على 19 هتلاقي لونها تحول لأخضر، لكن مش هقدر أقول لك 19 بكام عشان مفيش مكان. فانت تعمل ايه؟ دبل كليك عليها هتقوم قايلها لك 19 في واحد، سواء كانت اللي حسبتها اكسس قران او سواء كانت ايه حسابات المهندس عدنان اللي هي اللي تحتيها، دبل كليك عليها تقول لك 19 في واحد. مثل تاني نعده، اياك نعبد واياك نستعين. ندوس الزرار اللي هو جنب الايه اللي هو السجم الاحمر ده، هتقوم عد الايه وتقول لك نفس الكلام بالظبط. وتقدر تقارن دلوقتي بين اكسس قران وحسابات المهندس عدنان اللي هي دايما هتبقى لونها اصفر، الا لو حاجه بتقبل الاسم على 19 هيبقى لونها اخضر. انا شايف ان ده كفايه بالنسبه للدرس الاول، وفي الدرس الثاني ممكن هبدا معاكم نشوف بقيه الاشياء الاخرى اللي هي احصاء عده ايات واحصاء سوره كامله ان شاء الله. سلام عليكم.